تحية، أهلا بكم وسهلا في هذا البودكاست. قالوا ناس زمان يجي الوقت النمل يأكل في النمل والباقي يهمل، والمرأة تحكم والراجل يتبهدل، الدين يبيعوه والحرام يتبعوه، وتكثر الديان ويقل الماء في الويدان، طفلة وسط الرجال تبرح، وكيف تعرف على واحد أمها تفرح، والراجل يرجع كي الطفلة يغني ويذبح، يجي جيل مجلجل يقطع الكسرة بالمنجل ويشرب بالأسطال، يقطع الكسرة بالمنجل ويشرب بالأسطال ويرقد النهار وما طال ويقول ما زال الحال، ويجي جيل ما قلتو نجارة ولبستو خسارة وهدرتو تزارة، الراجل يقلع العمامة والمرأة تقلع الكمامة، وروح يا دنيا بالسلامة، والحق ينشق والباطل يسبق، واللي يقول كلمة الحق يتسمى حمق. أما لا نوصيك يا وليدي، لبس قدك وتبع سير جدك. هادو ناس زمان، هادشي اللي قال قالوا سيدنا الولا، قالوا ناس زمان، ناس قالوا عاود ناس زمان، نمشي من حياتك يتخلف والبحر ما عم نشوف، اتعم من راسك انت فلان، واللي خسرك خسره وانت فرحان، الناس بحال الاسم ما يتبدلوش، وكل الناس بحال الفلوس ما يدوموش، نمشي من حياتك يتخلف والبحر ما عمره نشوف، اتعم من راسك انت فلان، ما تعب من راسك حتى واحد حتى فلان، وانت فرحان الناس بحال الاسم ما يتبدلوش، وكل الناس بحال الفلوس ما يدوموش، هي هذيك من حياتك، هي هذيك الحجة. قالوا ناس زمان زين اصل، زين اصل، والجودة اصل، والجودة اصل، والرجلة اصل، والرجلة اصل، قال لي فلان شري عون، قال لي اخوانه كانوا ركاب، زين اصل، زين اصل، والجودة اصل، والجودة اصل، والرجلة اصل، والرجلة اصل، قال لي فلان شري عون، قال لي اخوانه كانوا ركاب، زين اصل، زين اصل. قصة عن ملا و قطرة العسل. اوكي، تغير من الجلد ديال القطرة وهي تقرر انها تدخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. طاحت قطرة ديال العسل فوق الارض، جات واحد النملة وضاقت منها، بغات تمشي ولكن مذاق العسل عجبها وجهها حلو، رجعت وضاقت منه، بغات تمشي تاني ولكن حسات براسها مشبعاتش لأنها ضاقت غير من الجلد ديال القطرة، وهي تقرر أنها تدخل كلها في العسل باش تشبع وتستمتع به أكثر. هادشي اللي دارت، دخلات وسط العسل وكلات حتى شبعت، بغات تمشي ولكن هاد المرة ما قدراش تخرج منه، تكتف رجليها ولصقو مع الأرض، مبقات قدرة تتحرك وبقات هكاك حتى ماتت. لو أنها قنعات كل مرة بشوية ديال العسل ما كانتش غتموت. اللي بغيت نقول أن الدنيا بحال قطرة ديال العسل كبير، اللي قنع بقليل من عسلها غيعيش راضي ومرتاح، واللي غرق في بحر عسلها غيندم وغيضيع. السلام عليكم. قصة معبرة وجميلة، يا التطفيت انت زيكيز للدرية تبقيت انتمنت القرن غيقنوان تمضيكي تمك ساستمني انتمنت الليت نبال كان زيت غيمت تكشم زاخ شوية سازاخ تميم نبالك استكلو السم خماء ما استكلان كان قطة انتمت ما استكلان ما استكلو السم خاء سنتا واخسر شاتو كان سنسقني دار نزغوا كان سنزاي سنسط دار الزيجز صافيت بتغني اللي خمت كانت غا امكنت سجدانيت جانيت غزان دا يا تحت انتمت يا تمقى انتمت والناس تقول لي شنا يبزي يمت
وانا جيسيش تاني ميكي الدرد داخل دولش دا جيسي ميكي تابع هنديس لأنه كان يتابع هاري زي جيز مش كنا فيها توني الأخبار مجوز شوفوا معي زلت أريد زلت اسم جيسم إلى العقل التاري هو السنة سنسدي يروح عن صوت إذا تجار الواحد يصير سوق سوق يعني يصير تغرب يعمل ذا تجعل يطلع يعمل يكون ناس تجعل يستقر يحلي الأقارب يكون ناس يكون تجعل الناس ما هسيه أول عيانا بتجعل يرم تاب تجعل تاني تجعل غاس يتقر إن سوى الناس يجريش تظلم أنا تظلم غروبا تبريها أو يخطي أن أبتي قسمك يستقر إن الناس لك حضر أو هذي كي قتلت يقتل قصي التاجر أراك تظلّع أتظلّق وظلّم أراك الدونيس الدونيس شغي احتجة وانتمون سجلت الدونيس شغي احتجة وانتمون يخرج بيان سيدة لفعل قتلت التاجر استقرت منك غادي يهيج منك غادي يهيج لن يكون عظام كل شيء متعلق بكرة شغي احتاج جيان تامل يخذ قوان سيدة لفعل إذا التاني التاجر استقرت أنك غادي بيش جنة هذه جدات المقدات إن عذاب إن غيتاك أقول مش أقرم شلال الحلق إذا إباس دار يسكري في جنسي تزلت أريد تزلت يسودي سبيل العقل التاري هو السنة إذا قلت سنة بحالة جدا بحالة قلت سنة عالم إن زمان الله يلزمنا عميقة المغزى.